السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمز من الرموز المحيرة والتي لا يجد لها الناس تفسيرا إلا تفسيرا واحدا. فيقول لك الرائي: أني رأيت نفسي أني أقاتل في المنام. يرى نفسه أنه يقاتل مثلا مجموعة من الناس، مجموعة من الأشرار، مجموعة من الشياطين والعياذ بالله، ويقول لك: يعني دخلت لكتاب ابن سيرين أو كتاب فلان أو كتاب ميلر أو غيره، فرأيت أن هذا نصر على الأعداء ونصر على العدو، ويعني أيضا يعني قوة وكذا 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 وكذا. لكن أخي الكريم وأختي الكريمة، دائما نحن عندنا أعداء، وأعداؤنا من أعداؤهم، ونحن أعداء من؟ فلماذا دائما نفسر الطيب أو نفسر الأمر دائما لأنفسنا؟ لماذا نحن نميل إلى أنفسنا كثيرا؟ إخواني الكرام، إذا تكرر عليك رمز الخصومات في المنام أو يعني شيء يعني من العراك والمشاكل مع ناس لا تعرفهم أو مع ناس لا تحس نفسك أنك مرتاح إليهم، هذه علامة، وتأكد وألف في المئة وواثق مما أقول، فأنا لا أعتمد على كتب أو مراجع. تأكد أن الله يريدك أن تراجع حساباتك وتعود إليه، لربما أنك ترتكب معصية. هذه عن تجربة، أنا أقول في هذا الكلام عن تجربة شخصية، فانتبهوا إخواني الكرام من هذا الأمر. الخصومات والعراك والمشاجرة مع ناس مجهولين، وخاصة في أماكن مجهولة عفوا، أو أماكن أنت لا تريد أن تذهب إليها، تكرهها في الحقيقة، مثلا السفر إلى تلك البلدة أنا لا أريده، وترى نفسك فيه وتشاجر وتائه وغيرها من المشاكل، فاعلم أن هذا تنبيه من الله يريدك أن تعود إليه، أو أنك ترتكب عفوا ترتكب في معصية وأنت لا تبالي. الانتباه واجب، إذن زمن رؤية هذه الرؤية، في أمان الله.